سلام. في هذه الفيديو هذه غادي نشوفوا اي حاجه عندها علاقه بالفيديو، شنو هو، شنو كنلقاو فيه، شنو اللي كيميز كاميرا على واحده اخرى من ناحيه ديال الفيديو، وزيد وزيد. مهم نبداو. مؤخرا كلشي ولا كيهتم بالتصوير ديال الفيديو، شنو بغى يكون المجال ديالك، الرياضه، الطبخ، الصحه، التعليم الى اخره. فانت كتبغي تبارطاجي داكشي مع الناس اللي كتعرف ولا اللي ما كتعرفش بواحد الطريقه اللي زوينه، كاليتي اللي حتى هي تكون مزيانه، مونتاج سينيماتيك وداكشي الى اخره. وباش نديرو هادشي لحق وطريقو خاصني نفهمو ونتعلمو الحاجه كيفاش كتخدم، وباش نعرفو كيفاش نبدعو فيها من بعد بطبيعه الحال، ولا ابسط الحاجات نعرفوا غير نشريو الكاميرا اللي غادي تصلح لينا. واللي الاكثريه فيكم كيبغي يمشي يشري شي كاميرا وما تيكونش عارف، وكيمشي يسول شي واحد اللي عارف شي شويه فهادشي ديال التصوير ديال الفيديو، تيقول له راه بغيت غير كاميرا مزيانه في الفيديو والسلام. واللي الاخر يقدر يمشي ينصحو بشي كاميرا اللي بالنسبه ليه هو مزيانه، ولكن نتايا ليك واش غادي تصلح ولا لا. اللي داكشي علاش من الاحسن خاصك تعرف بعدا غير هاد لي باز هادو اللي غادي يخليوك تعرف تشري الكاميرا اللي غتصلح ليك نتايا. اذا غادي نبداو باول حاجه وشنو هي الفيديو، وغادي نبقاو غاديين وكنفككوها بشويه بشويه وكنديفلوبيو فيها. الفيديو هي عباره على مجموعه ديال التصاور، كتبقى تصويره دوز مورا تصويره اللي كيخلينا نشوفوا داكشي اللي في التصاور بحال اللي كيتحرك وكيعطينا فيديو، بحال ستوب موشن او دوك الرسوم ديال العجين اللي كنا كنشوفو. مثلا كياخذوا العجين وكيصابوا واحد الشخص وبغاو يصوروا لنا ان مثلا كيتمشى، كيديروا الخطوه الاولى وكياخذوا تصويره وكيعاودوا مثلا يزيدوا خطوه وكياخذوا تصويره وهي غاده، من بعد كيجمعوا دوك التصاور اللي كتعطينا فيديو او قصه. او بحال التايم لابس فاش كتبقى تقول الكاميرا ديالك تاخذ تصويره كل ثانيه ولا جوج ولا ثلاثه ولا على حسب شنو بغيتي، وكتجمعهم لك في فيديو وكيبقى يبان لك داكشي بحال اللي كيتحرك. اذا انت فاش كتجي تصور بالكاميرا ديالك شي فيديو ولا بالتليفون ديالك، فهو في الاصل كيبقى ياخذ بزاف ديال التصاور اللي كيجمعهم وكيزيد عليهم الصوت وداك الشيء وكيبان لك فيديو. دابا السؤال اللي غادي يجيك هو هاد الكاميرا هادي شحال كتدي لنا من تصويره في الثانيه اللي كيخلينا نشوفوا داك الشيء كما كنشوفوه عادي بعينينا، زعما ماشي مزراب، ماشي بسلو موشن ثقيل ولا كيتقطع. الكاميرات فوقتنا دابا كيصوروا ب 24 25 30 كيوصلوا حتى ل 1000 ولا 30000 اف بي اس اللي كتعني فريم بير سكند، ولا اي بي اس اللي كتعني ايماج بار سكوند، ولا شحال من تصويره في الثانيه. بحال اللي قلتي مثلا كتصور لك 24 تصويره في الثانيه، في كل ثانيه عندنا 24 تصويره، تقدر قلت لك توصل حتى ل 1000 ولا حتى 30000 ولا حتى اكثر، كتبقى غير على حسب لاكاباسيتي ديال ديك الكاميرا. اما شحال هادي فاش يلاه بداو كانوا كيصوروا غير ب 5 10 12 تصويره في الثانيه، ولا بحال مثلا الافلام الاولين كانوا كيصوروا غير ب 16 تصويره في الثانيه. من بعد لقاو ان اللي طبيعيه بحال العين ديال الانسان كما كنشوفوا حنايا هي 24 تصويره في الثانيه. داكشي علاش دابا كاع الكاميرات كيبداو التصوير ب 24 تصويره في الثانيه، وتقريبا كاع الافلام نقدر نقول اكثر من 80% كيصوروهم ب 24 تصويره في الثانيه. واللي بطبيعه الحال كل واحده من هاد الارقام اللي شفنا كيختارها المخرج على حسب الذوق ديالو، على حسب كيفاش بغى يخرج الفيلم ديالو اللي عندها واحد الغرض معين، يعني ماشي غير كيجي وكيصور داكشي عشوائيا. مثلا كما كنديروا الاكثريه فينا كنشدوا كاميرا ولا التليفون وكنصوروا فيديو والسلام. بين قوسين هادشي اللي كنقول كينطبق على الكاميرات وكينطبق حتى على التليفونات. اذا كل ما كان عندنا بزاف ديال التصاور في الثانيه، كل ما كنقدروا نديروا واحد سلو موشن اللي نقولوا نقي ولا زوين، ولا كما تنقولوا حنايا زبده، يعني واخا نجبدوا في الفيديو غادي يبقى الفيديو نقي ما فيه لا تقطع لا والو، حيت كاينين بزاف ديال التصاور في الثانيه اللي خلينا نجبدوا فيهم كما بغينا. ولكن الا كانوا قلالين تصاور في الثانيه بحال 24 ولا 25، يعني الا جينا نجبدوا الفيديو مثلا نتقلوه، فما غاديش يلقى التصاور كافيين باش يخلي داكشي يبان بحال شي فيديو بلا تقطع بلا والو، غادي يبقى يورينا تصويره بتصويره بتصويره، داكشي غيبقى يبان داكشي كيتقطع. دونك الا كنتي انت باغي دير واحد سلو موشن من الاول، فخاصك تصور القليله ب 50 ولا 60 تصويره في الثانيه، ولا بطبيعه الحال اكثر من 100 200000، باش هكا تقدر دير واحد سلو موشن اللي قلنا نقي. سينو الا انت كنتي ما مسوقش السلو موشن فتقدر تصور غير ب 24 ولا 25 راه كافيه. فاش كنهضروا على 24 25 ولا حتى 60 اف بي اس، فالكاميرا كتقدر تصور الفيديو عادي، زعما ما مزرب ما متقال، بالصوت بكل شيء، وحتى المونتاج عاد كتقدر نتايا ديك الساعه تزربو ولا تقلو ولا دير اللي بغيتي فيه. اما الا صورتيه من الاول ب 100 اف بي اس ولا 120 200 240 ولا اكثر، فمن الاول كيخرج من الكاميرا ثقيل
وبلا صوت. يعني القضيه خصك تاخذها بعين الاعتبار، واللي حاجه عاديه بحيث تخيل معايا ان مثلا غادي يجمع لك 100 تصويره ولا حتى 30000 تصويره في الثانيه وخصو يوريهم لك تقريبا كاملين، داكشي علاش كيخرج من الاول ثقيل ولا بسلو موشن. اما بالنسبه للصوت فشي حاجه حتى هي عاديه، بحيث غادي يعطيك واحد الفيديو اللي من الاول ثقيل، يعني خصو يعطيك حتى داك الصوت شي شويه زعما ثقيل ما مفهوم ما والو، واللي ما غادي يصلح لك في والو. دونك هادو من الحاجات اللي كيخليو كاميرا تكون احسن من كاميرا واحده اخرى ولا تكون غاليه على واحده اخرى، بحيث كاين الكاميرات اللي كيصوروا غير حد 24 ولا 25 وصافي، وكاين الكاميرات اللي كيوصلوا ل 50 60، كاين الكاميرات اللي كيوصلوا حتى ل 100 ولا 1000، قلت لكم على حساب الكاميرا وصافي. دونك انت فاش غتبغي تشري كاميرا غادي تضرب الحساب على هاد القضيه هادي، الا كنتي بغيتي شي كاميرا اللي تقدر لك سلو موشن ولا لا، ولا لا بغيتي مثلا غير كاميرا عاديه باش حيت نتايا غتبقى تصور غير فيديوهات عاديين ما عواش دير شي سلو موشن ولا لا. وبطبيعه الحال كل ما كانوا التصاور بزاف الثانيه كل ما كيكون الفيديو لاطي ديالو شي شويه كبر مقارنه مع شي فيديو اللي مصور بتصاور قل في الثانيه، وحتى في المونتاج كيقدر يكون شي شويه صعيب تمونطيه على حسب عاوتاني بيان سور البيرفورمانس ديال البيسي ديالك. ودابا غادي نهضروا على لا ريزولوشن ديال الفيديو او الدقه ديالو، وجوج اللي معروفين دابا فوقتنا بزاف وهما الاتش دي والكاتر كا، واللي كيعنيو شحال كاين من بيكسل او هذوك المربعات صغارين في الفيديو ديالنا، واللي بطبيعه الحال كل ما كانوا كثارين بزاف كل ما غادي يخلينا نشوفوا داك الشيء ناب، او كما تنقولوا كتكون لا كاليتي طالعه ديال الفيديو. وبطبيعه الحال كاين اللي قل منهم بحال 720 كا ولا 480 كا، فاش كتكون عندنا الكونيكسيون شويه مدعده وكنبغيو نتفرجوا في شي فيديو فكنهبطوا لا كاليتي ديالو باش كنقدروا نتفرجوا فيه. وكاين بطبيعه الحال عاوتاني لا كاليتي اللي اكثر من 4 كا ل 8 كا ولا 16 كا وهي غاده. وهاد القضيه هادي ما كتقتصرش غير على التصوير، حتى التفرج حتى هو الا كنتي بغيتي تفرج مثلا واحد الفيديو اللي مصور 4 كا فخصها تكون عندك ايكرون حتى هي 4 كا اللي فيها نفس لي بيكسل او المربعات اللي في داك الفيديو باش هكا تقدر تفرج فيه عادي. اما الا كنتي مثلا غادي تفرج في واحد الفيديو 4 كا في واحد ليكرون اللي هي اتش دي، فهذيك التلفازه ما غاديش يكون عندها دوك لي بيكسل او المربعات كافيين باش تخليك تفرج في داك الفيديو 4 كا. اما العكس راه عادي، يعني الا كانت عندك واحد ليكرون اللي هي 4 كا وبغيتي تفرج في واحد الفيديو اللي هو اتش دي فبطبيعه الحال غادي تفرج فيه، بحيث هذاك الفيديو اتش دي غادي يجي لقى ليكرون ديالك عندها لي بيكسل او المربعات كافيين باش يبان بالكاليتي ديالو. فوقتنا دابا احسن ريزوليوشن تقدر تصور بها وهي ال 4 كا، بطبيعه الحال 8 كا ولا 6 كا غادي تكون احسن، ولكن حنا كنهضروا على الامكانيات اللي عندنا دابا. وعلاش قلت لك 4 كا احسن؟ بحيث مثلا صورتي واحد الفيديو ومثلا جيتي للمونتاج ولقيتي واحد اللقطه بغيتي تزومي فيها بحيث الجناب مثلا ما عجبوكش ولا شي حاجه، فماشي مشكل بحيث الا زوميتي في النص عاد تقدر طيح في الاتش دي اللي حتى هي كاليتي مزيانه وكتبقى ليماج باينه نيتو كلشي. اما الا صورتي اتش دي وبغيتي تجي للمونتاج ولقيتي واحد اللقطه ما عجباتك وبغيتي تزومي فيها فهكا غادي طيح في 720 بي ولا 480 بي، اللي بطبيعه الحال ماشي شي كاليتي اللي زوينه. وبطبيعه الحال حتى هذه من الحاجات اللي كيخلي تكون كاميرا احسن من كاميرا واحده اخرى ولا غاليه عليها، بحيث كاين الكاميرات اللي كيصوروا غير حد 720 بي، كاين الكاميرات اللي كيصوروا اتش دي، وكاين الكاميرات اللي كيصوروا 4 كا وال 8 كا وهي غاده. وغادي تقدر تقول لي مثلا راه نقدروا نشدوا جوج كاميرات اللي بجوجهم كيصوروا 4 كا، واخا هكاك وحده كتبقى غاليه على الاخرى، بحيث الا جينا نقلبوا في فيش تكنيك ديالهم ديال الفيديو غادي نقدروا نلقاو ان وحده كتصور 4 كا غير 25 ولا 30 تصويره في الثانيه، وحده اخرى كتقدر تصور لنا 4 كا ب 60 تصويره في الثانيه ولا حتى ل 100 ولا 200 كما شفنا في الاول. غادي تقدر تقول لي عاوتاني نقدروا ناخذ جوج كاميرات اللي وحده 4 كا 60 اف اس وتا الاخرى كدير 4 كا 60 اف اس، واخا هكاك باقا الاخرى غاليه عليها. غنقدر نقول لك ولا نقدروا نلقاو ان هذيك الاولى اللي رخيصه كتصور لك 4 كا 60 اف اس ولكن كدير لك واحد الكروب. شنو هو هذا الكروب؟ هذا الا شدينا هذيك الكاميرا ودرنا لها في لي باغامتر انها تصورنا فيديو 4 كا وغير 25 مثلا تصويره باغ سكوند، فغادي يكون هذا هو الاطار ديال ليماج ديالنا. فاش غادي تجي وغادي تبدل ليها في لي باغامتر ديالها وغادي تقول لها انك صوري ليا 4 كا و60 تصويره في الثانيه، فغادي تجي وغادير لك هذا الكروب هذا، وهو انها غادي تبقى تزومي لك في ليماج، غتقول لك ما سمح ليا ما غاديش نقدر نصور لك داك الاطار الكبير. وفي هذه القضيه هذه نتايا خاصك ترجع للور باش عاد تقدر تشد هذاك الاطار الاول اللي كان كبير، وشي مرات يقدر ما يكونش عندك واحد لي سباس اللور باش ترجع وتاخذ الاطار اللي بغيتي. يبقى لك حل واحد هو تبدل لوبجيكتيف ديال الكاميرا وتاخذ شي اوبجيكتيف لي غون طونغل اللي غالبا ما غاديش يعطيك نفس الريزلت، وغادي نصدقوا هنايا من ناحيه مضيع الوقت ولا فلوس حيت خاصك تزيد واحد لوبجيكتيف. دونك من الاحسن الواحد يضرب الحساب لهاد القضيه هذه ويشوف ان مثلا هاد الكاميرا اللي كدير الكروب واش مسلكاك ولا لا، زعما
تقدر تشريها وما عندكش مشكل، ولا من الاحسن تزيد فلوس وتاخذ وحده اللي كتصور 4K 60 اف اس وما كديرش هذا الكروب هذا. غير هو كاينين شي ماركات ديال الكاميرات اللي كتكون شريتي من عندهم كاميرا في الاول وكانت كتصور مثلا 4K وغير 24 تصويره في الثانيه، وناضو هما خرجوا واحد الكاميرا جديده اللي كتصور 4K 60 تصويره في الثانيه، فكيجيو هما تيقولوا لك ماشي بالضروره تشري ديك الكاميرا جديده، فحنايا غادي نديروا لك ميزاجور الكاميرا ديالك السيستم ديالها وغتولي حتى هي كتصور 4K 60 تصويره في الثانيه. غنحاول ندير فيديو على هذه القضيه هذه كيفاش دير ميزاجور الكاميرا ديالك، ولكن طبيعه الحال راه كيديروها غير على الكاميرات اللي شي شويه جدادين، اما هذوك القدام بطبيعه الحال فصافي ما غاديش يبقاو اشاك فوا يخرجوا لك شي سيستم او شي ميزاجور جديده ديالهم. الا كنتي بغيتي تشري شي كاميرا جديده وبغيتي تعرف مثلا واش فيها اش دي كيصور ب 100 تصويره في الثانيه ولا اكثر، ولا كتبقى كتصور ب 24 ولا 60، فكتمشي لجوجل وكطابي السميه ديال الموديل ديال الكاميرا فيش تكنيك فيديو كتشوف واش فيها داكشي ولا لا، ولا كتدخل السيت ديالهم كطابي السميه ديال الموديل وكيعطيك هو كاع داكشي اللي فيها، وكتشوف هاد الكاميرا هادي واش مسلكك باش تشريها ولا لا. ولا شدينا لاطاي ديال الفيديو في هاد القضيه هادي، فبطبيعه الحال كل ما كانت لا ريزوليسيون ديال الفيديو كبيره كل ما غادي تكون لاطاي ديالو كبيره. بحال الا شدينا مثلا فيديو مصور ب 4K وواحد اتش دي، فهداك اللي مصور ب 4K غادي تكون لاطاي ديالو كبيره مقارنه مع داك اللي مصور ب اتش دي. وعاد كاينه القضيه ديال الاف بي اس، الا كنا شدينا مثلا واحد الفيديو مصور ب 4K 60 اف بي اس فغادي تكون لاطاي ديالو كبيره من فيديو مصور ب 4K غير 30 اف بي اس ولا 24، واللي حتى في المونتاج غادي يكون صعيب تمونطي فيديو 4K على الفيديو اتش دي، وكما قلت ديما كتبقى عاوتاني حتى على حسب البي سي والبيرفورمانس ديالو. ودابا غادي نهضروا على اللوان ديال الفيديو، واللي كاع الماركات ديال الكاميرات ديما كيبحثوا كيتقاتلوا باش يخليوا ان الكاميرا ديالهم او الكاميرات الاخرين يوصلوا انهم يبقاو يشوفوا اللوان كما كنشوفوهم حنا بعينينا طبيعيين، واللي شي حاجه صعيبه شي شويه. والدليل هو ان مثلا الا شتينا جوج كاميرات بحال دابا هذه الكاميرا اللي كنصور بها كانون R6 وهذه الكاميرا هذه كنصور بها فوجي اكس تي 4، فكتلاحظوا ان واخا كنصور في نفس البلاصه بنفس الاضاءه بنفس كل شيء فاللوان شي شويه مبدلين. مثلا كتلقى هنايا اللون مغلوق شي شويه مقارنه مع هذه الكاميرا هذه، ولا كتلقى الكونتراست زايد شي شويه، واللي شي حاجه طبيعيه بحيث حتى حنايا الانسان فكتختلف، فما كنشوفوش زعما نفس الالوان كما كيشوفهم شخص واحد اخر وكاع كاين اللي عنده عمل الوان. غير هو تقريبا في كاع الكاميرات كيعطيوك انك تصاوب واحد البروفيل ديالك، مثلا كتصاوب واحد البروفيل اللي كدير فيه ان هاد اللون مثلا الاحمر ما يكونش مغلوق بزاف، الزرق يكون شويه ناقص، تزيد شي شويه في الخضر وهي غاده، ولا الكونتراست وداكشي اللي كيخليك ماشي ديما حتى تمشي للمونتاج عاد تصاوب اللوان، تقدر من الاول تصور نيشان بهذاك البروفيل وتحصل على ديك النتيجه اللي كنتي باغي من الاول. وعاد من الفوق الماركات كاملين خرجوا في الكاميرات الاخرين ديالهم واحد البروفيل اللي سميتو لوغ، كيزيدوا غير الحرف الاول من السميه ديالهم، بحال كانون مسميه سي لوغ، سوني مسميه اس لوغ، فوجي مسميه اف لوغ وهي غاده. هذا البروفيل هذا بحال اللي نقولوا الفرق بين الرو وجي بيك في التصاور، كيعطيك واحد الفيديو اللي فيه الالوان تقريبا ما كاينينش ولا باهتين، ولكن هو في الاصل راه فيه بزاف ديال الالوان مقارنه مع الفيديو العادي اللي كيخليك من بعد تلون فيه كما بغيتي فاش كتكون كتمونطي. وانا تيبان ليا غادي خصني نشعل الضو حيت بدا كيظلم الحال وخصني نكمل لكم الفيديو. وهاد القضيه هذه ديال اللوان ديال الفيديو مهمه بزاف، راه كنلقاو بنادم اللي الاختصاص ديالو هو هذا كيتسموا ديكولوريست، بحال مثلا في الافلام ولا في لي فيديو كليب ولا الاشهارات كنقدروا نلقاو واحد الشخص او واحد ليكيب اللي كتكلف غير بهاد القضيه هذه انها تلون الفيلم ولا تلون داك الفيديو كليب، بحيت عارفين ان اللوان عندهم واحد الدور كبير انه يبدل لك المعنى ديال واحد المشهد او واحد اللقطه. وهذا البروفيل لوغ هذا الدور ديالو ماشي غير هو اللوان، عنده واحد الدور اللي هو مهم، وهو انك يخلي الفيديو انه يقرا بزاف ديال المعلومات في كل لقطه. بحال مثلا شدوا واحد اللقطه ديال بغينا نصوروا واحد الشخص اللي من موراه الشمس اللي غادي تخلينا نطيحوا في الكونتر جور، يعني يا اما غادي نركزوا على هذاك الشخص وغادي نبينوه، يعني خصنا نضويو الفيديو اللي غادي يخلينا اننا نخسروا السماء والشمس اللي موراه، ولا غنديروا العكس غادي نظلموا الفيديو هكا غادي نخسروا داك الشخص ما غاديش يبقاو يبانوا لنا الملامح ديالو، ولكن غادي تبقى تبين غادي تبان لنا السماء والشمس اللي موراه. دونك هذا اللوغ هذا كيخلي ان الكاميرا او الكابتور ديالها انه يقرا كاع المعلومات، يعني هذاك الشخص يبان لنا واضح بالملامح ديالو، وحتى ديك السماء اللي من موراه والشمس اللي من موراه غادي يبانوا لنا واضحين. اذا في هذه الحاله هذه بطبيعه الحال لاطاي ديال الفيديو غادي تكون كبيره مقارنه مع الفيديو عادي، وحتى في المونتاج غادي يكون شي شويه صعيب انك تمونطي فيديو مصور باللوغ مقارنه مع فيديو مصور عادي. وحتى هذه القضيه هذه من الحاجات اللي كيخليو كاميرا تكون احسن من كاميرا واحده اخرى
او تكون غاليه عليها بحيث كاينين شي كاميرات اللي ما فيهمش هذا البروفيل هذا اللوغ. وكما قلت كاينين شي ماركات اللي مثلا واخا الكاميرا ديالك ما تيكونش فيها هذا البروفيل هذا واللي كتقول لك معليش غادي نديروا لك الميزاجور للسيستم ديال الكاميرا ديالك وغيولي انك تقدر تصور بهذا البروفيل هذا. بالنسبه للصوت ديال الفيديو فما عندنا ما نقولوا بزاف حيت تقريبا كاع الكاميرات كيديروا واحد الميكرو غير باش يديبانيوك الا كنتي بغيتي تصور فيديو ما عندكش ميكرو اكسترن. اما الا كنتي بغيتي تصور واحد الفيديو بواحد الصوت اللي هو مزيان ونقي فمن الاحسن تانفيستي فلوسك وتشري واحد الميكرو هكا يخليك تسجل واحد الفيديو بصوت نقي. المهم كاينين شي حاجات وحدين اخرين خاصكم تعرفوهم على الفيديو بحال مثلا NTSC وبال. هاد القضيه هذه كنت ديجا درت عليها فيديو اللي كيفرق دوك الاف بي اس اللي كنا شفنا مثلا الفرق بين 24 و 25 ولا 50 و 60. اللي مثلا الا كنتي غتصور واحد اللقطه وكانوا فيها البولات ولا التلفازه ما يبقاش يبانو ان الضو كيمشي ويجي اللي كديرونجي شي شويه العين ولا غادي تخيب لك الفيديو ديالك. وكاين حتى القاعده ديال 180 درجه اللي حتى هي درت عليها فيديو كامل اللي كيخليك انك تصور فيديو يكون كيشابه داكشي كما كنشوفوه بعينينا وكاع داكشي اللي كيطبقوه في السينما. المهم كما قلت في البدايه حنا بغينا نعرفوا مثلا غير لي باز باش الا بغينا نشريو شي كاميرا ولا شي حاجه. اما بطبيعه الحال كاين بزاف ديال القواعد اللي خاصهم يطبقوا واللي داكشي كيجي مع الوقت ومع القرايه وسورتو مع البراتيك. مهم نتمنى ان هذا الفيديو هذه تكون فاتكم في شي حاجه ونشوفكم فيديو واحد اخر.